في الصحف مقالات، هذه المقالات كما هو معروف بتعد نموذجا كان لممارسة حرية الرأي والتعبير، وبنشرها نستطيع أن احنا نضرب الأمثال على حريات متاحة للتعبير عن الرأي. يمكن من هذه المقالات المقالة الأخيرة للكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ مفيد فوزي النهاردة، واللي كان عنوانها الحقيقة لافت للنظر وهو شيء من الخوف. خليني أبدأ مع حضرتك بالعنوان، إيه رأي حضرتك في العنوان يا فندم؟ لا يعني أولا قبل العنوان، للعنوان سيلخص ما أقوله. السيد مفيد فوزي، أنا قرأت هذا المقال بعناية. إذا كان القصد منه أن ننتهي إلى نتيجة مفادها أن أوضاع حرية الصحافة وحرية الإعلام المصري الآن ليست بخير، فأنا أوافق يعني على المعنى العام. أنا أوافق أيضا على أنه مطلوب إطلاق الحريات العامة وفسح المجال العام، وأنه الإعلام المصري يخرج من رقدته التي طالت، لأن لي رأي رددته منذ سنوات أنه لدينا نوعين من الإعلام. في تطور هائل طبعا حصل في وسائل الاتصال الآن، فأنا قلت ببساطة يا أخوانا خدوا بالكم من حاجة، لا تفكروا بطريقة أهل الكهف. يعني إيه أهل الكهف؟ يعني بطريقة الزمن الذي فات. لأن أنت لو تخيلت أنك أغلقت كل التلفزيونات وكل الصحف، مش بس رقبتها، أغلقتها، هل يعني ذلك شيئا؟ لا يعني ذلك شيئا طبعاً. لأن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الجديدة والإنترنت وغيرها حولت كل مواطن إلى صحفي، وحولته إلى مطلع على مصادر متعددة للأخبار. طيب كيف تعيش في هذا العصر؟ لا تستطيع أن تعيش في هذا العصر ولا أن تحصن وعي ناسك إلا بطريقة واحدة، أن تخلق إعلاما لا إعلام. يعني إيه تخلق إعلاما لا إعلام؟ يعني المبدأ الأساسي في الإعلام في تقديري أنه أنت لا تستطيع أن تقنع إلا بما هو مقنع. اوعى تفتكر أن أنت تقدر يعني تبلع الناس حاجة مش مظبوطة. اتنين، المبادئ الأخرى المتعلقة بتحري الدقة والمهنية ورفع السقف كلها مطلوبة، لأنه السقف نزل في كثير من الحالات حتى لمس الأرض. صحيح. الآن القضية مش بس توفير إمكانيات كاميرات واستديوهات وكذا، مش هي دي المسألة، ده مطلوب، لكن الأهم منه أن الحرية هي ترياق الإعلام، وأنه الإخلاص للحقيقة هو المبدأ، وأنه الحقيقة وحدها هي اللي تكشف الأكاذيب، وانه بدل ان تظل في موقع دفاعي دائما، اصل قالوا واحنا بنقول وقالوا واحنا بنقول، يحولك من الموقف الدفاعي الى الموقف الهجومي مبدا الاخلاص للحقيقه. لانه هنا بتجد ان انت عندك اعلام قنوات كتيره جدا وصحف كتيره جدا، ما عندكش يعني نقص ولا نقص في الصرف، ومليارات وراء المليارات، يعني انت بتنفق كثيرا جدا على الاعلام. لابد ان يتوقف الناس عند المحصلة. المحصلة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، لأنه إحنا عندنا إعلام معادي لو أخذت الجزيرة نموذجا، وعندنا إعلام موالي. مش لا أريد أخذ نموذج، لأنه كل القنوات تقريبا المصرية في هذا السياق لو تكلمنا بلغة السياسة. أنا الملاحظة التي أبرزتها منذ سنوات أنه الإعلام المعادي الجزيرة نموذجا هو عندي مهنة منحرفة. يعني ايه مهنة منحرفة؟ يعني هم عارفين اصول المهنة، لكن بالغرض الذي هو مرض وبالتحول لإعلام بيخدم تصورات اجهزة مخابرات وكذا، وفي قلب ذلك التركيز في الخدمة التي يقدمونها على مصر، والتقاط اي حريق مثلا لو حصل في محل باعتباره يوم فرح عظيم صحيح. تستجلب له التقديرات والخبراء والكذا والكذا، يعني هي دي النزعة، نزعة ذات طبع ثأري أعمى. أريد أن بينما الإعلام الموالي، إذا كان الإعلام المعادي جزيرة نموذجا، أنا لا أتحدث عن قنوات تركية لأنه غالبا يقدمها المصريون وفيهم صحيح سوءات الإعلام الموالي، يعني هم نفسهم بس بالمعكوس، هم نفسهم بدائيين يعني يتسمون بالبدائية والجهالة وكذا. أنا ما بتكلمش عن دول ولا مستعد أناقش فيهم على أساس أنهم إعلام أصلاً،